صباح النور، وكنتمنى المشاهدين والمشاهدات يستافدوا معنا. كتنورينا دائما في البرنامج وكتجيبي لنا دائما مواضيع مختلفه للمشاهدين ديالنا. واليوم جبتي لنا فصل الخريف، وما ادراك ما فصل الخريف؟ شنو جبتي لنا من هذا الفصل؟ فصل الخريف اللي هو فصل صعيب، لان تتكون الانسان مولف داكشي ديال الصيف واللباس ديال الصيف وتوسكي ليجي، دوكو تتبداو داك القطرات ديال الامطار، شنو نلبسوا؟ واش نلبسوا خفيف؟ واش نلبسوا سخون؟ واش كيفاش نلبسوا؟ دونك وكاين اوسي اللي تيوليو تبداو نشوفوا الحساسيات بزاف، الحساسيه ديال الانف، الحساسيه ديال العين، تبدا بوكو دو شوز اللي تيبانوا في فصل الخريف. نعم. الوغ من الاشياء اللي هي اللي خصنا نردوا لها البال، شنو هما الالبسه اللي لبسوا، واباز دو كوا اي سون كومبوزي هاد الحوايج اللي غادي يلبسوا، ماشي غير نجيو نشريو، غادي نشوفوا ليتيكات اللي في اللباس ونعرفوا لا كومبوزيسيون ديال اللباس ديالنا. فوالا. الوغ من المواد اللي هي مزيانه بزاف للجسم ديالنا ومريحه بزاف وتتحيد الحساسيه وتحيد البكتيريا، هو ماده لو شانفر اللي تنقصدوا بها القنب. الوغ هاد الماده اللي هي طبيعيه وكتنمو بلا حتى شي مواد كيميائيه، حتى شي معالجه، هاد الماده اللي كتشوفوا معنا دابا في الشاشه. دونك ملي كتحول الى ثوب في النسيج ديالو، فريمون واحد الماده اللي هي مريحه بزاف للذات، تتحمي من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه جوسكا 95% الحمايه. دونك كتحمي، تتحيد لنا الشيخوخه الا لبسناها، وي بيان سور، باسكو كتحمي من الشمس، كتحمي لنا لو سيستيم نيرفو ديالنا، باسكو كتعطي واحد الهدوء، كتعطي واحد الراحه النفسيه في اللباس ديالها. ديجا لو توشي ديالو رطب، ماشي داك الاثواب اللي خشينا، دونك ديجا عندنا ان كونفور في اللباس ديالنا. ويا اوسي داك لو بروبليم ديال لا ترانسبيراسيون، دونك حتى هي تتسف، ماشي شي ماده اللي كتزيد لانسبيراسيون، تزيد لا ترانسبيراسيون باردون، ما لان ماشي ماده اصطناعيه، دونك ماده طبيعيه. دونك هادو من الاشياء اللي هما مزيانين نردوا البال المواد اللي تلبسوا. نعم. فوالا. دونك ذكرنا حتى هاد الماده هادي، حتى الاشعه ديال الالات الالكترونيه تتحمي منها. شوف سي ما سي فريمون سي الا ردينا البال يمكن نحميو الجسم ديالنا من اشياء اللي حنا متعرضين لها بغير بواحد التقنيات اللي هما بسيطه. الوغ قلنا نشوفوا نوتخ ماتيير، هذه الماده كيفاش كتكون، اوطون لي بلانط، نبته اساسيه كيفاش هي. عندنا اوسي لو كوتون بيان سور، القطن اللي الناس كلهم تيعرفوه قطن، ولكن لو كوتون كاين لو كوتون بيو اللي هو ماده. علاش نقولوا الكوتون بيو القطن المزيان؟ لان القطن اللي تحتاج بعض المواد الكيميائيه ملي تنبغيو باش تينمو دغيا وباش يحيدو، دونك كومون في لي تريتمون ديالو تيكون مواد كيميائيه، نشوفوا لو كوتون بيو. بيان سور هذا الشيء تيكون شويه مكلف، ولكن ناخذوا بحال ما ناخذ 3 و4 و5 و6 ديال لي بيس، ناخذ وحده او جوج، هذه تصبنات هذه تقادات، باش نحميو لو كور ديالنا، سورتو لي بيبي ولي زانفون اللي فريمون الحساسيه تتعدى عليهم فصل الخريف. دونك هادو سي دي ماتيير اللي تيكونوا كونفورتابل للكبار والصغار. وتقدر تشري داك 3 و4 ديال البياسات وما يدوموش معاك بقدر هذيك البياسه اللي غادي تشري بواحد الثمن غالي. اكزاكتومون. واخا تشري بثمن غالي، ولكن راك تشري لا كاليتي. ومني كتشري لا كاليتي بيان سور راها كدوم معاك في الوقت اوتوماتيكمون. دونك الكوتون للصغار زعما سي سكي دو ميو بور لي زانفون. عندنا اوسي ماده الخيزران البومبو اللي هي ماده تحمي من البكتيريا ضد الحساسيه، و سي اون ماتيير كي ليس لو كور ريسبيري، لانها ماده كتسف اكثر من 3 و4 المرات اكثر من القطن. دونك حتى هي ماده اللي هي فريمون عندها واحد لا سوبليس، وكتريح لو كور ديالنا بواحد الشكل كبير بزاف، لا للكبار ولا للصغار. وهاد المواد هادو كنلقاو في بيوم ملابس مصاوبه بهاد المواد هادو بيان سور، كاينين، غير حنا ما عندناش داك لو ريفليكس ديال نمشيو نشدو الحوايج نقلبو نقراو في ليتيكات. دونك انا تنحاول نبينو للمشاهدين والمشاهدات، نبداو نردوا البال لهاد النقطه اللي هي اساسيه، سورتو بور لي زانفون. حيت بزاف ديال الناس غيسمعونا كنهضروا على هاد المواد غيقول لهم راسهم انه وراه كاينين محلات سبيسيال اللي كيبيعوا هاد الشيء، باغ كونتخ كو يسوفي اننا نبداو نقراو الحويجات اللي كنشريو اشنو فيهم، وغادي نقراو راه كيكونوا هاد المواد مونسيوني بطبيعه الحال. لي فابريكون ديال هاد الشيء راه ايسون اوبليجي باش يمونسيونيو، فوالا، ايسون اوبليجي دو مونسيوني لي ماتيغ اللي خدموا بهم. فوالا. دونك شفنا البومبو اللي هو الخيزران، دابا غادي نشوفوا لو لان.
لولان اللي هو مشهور بزاف اللي هو مشهور بزاف ماده طبيعيه اللي هي كتنقص من توتر العضلات. هذا فريمون هي دي شوز اللي هما مزيونين بزاف نقدروا نعرفوهم الوغ تتحيد من التوتر ديال العضلات. رمارك ان لي بيبي ملي تيكونوا مازال صغار بزاف ولا لي زونفون ولا حتى الناس الكبار اللي تيكون عندهم الارق ما تيقدروش ينعسوا مزيان فوميو نديروا لهم لي دغا ديال لولان. داكو وي دونك تي ما تيبقاش بنادم تيتقلب بزاف وتيعطيك الهدوء في النعاس ديالك تيرخي لولان تيرخي الماده اللي هي كترخي الذات. ومتفق معك سي فري كيفاش كنلبسوا لولان وحتى حنا الرجال كنظهر كاين اقبال كبير من طرف الرجال على هذه الماده هذه في لي شوميز ديالهم سورتو في الفصل ديال الصيف وهذا الشيء دومي سيزون ما بين الصيف والخريف كنلبسوه بزاف هذا لولان واللي كنظن كيعطينا واحد لا فريشور كنحسوا براسنا مرتاحين وحنا لابسينه. سبحان الله بلا ما نعرفوا هاد لي ديتاي شنو لي زيفي زعما بوزيتيف اللي عنده على لو كور ديالنا ولكن كتحس براسك مرتاح فاش كتكون لابس واحد لا شوميز ولا شي حاجه من لولان. اكزاكتومون باسكو لولان سي اون ماتيير اللي سبحان الله العظيم في الصيف كتعطيك البروده لذاتك اكزاكتومون وفي الشتاء كتعطيك الدفء لذاتك دونك فيها بزاف ديال الوغ سا ديمينيو اوسي لا ترانسبيراسيون تا هي كتابسوربي لولان سي اون سي اون ماتيير اللي تا هي كتابسوربي لنا لا ترانسبيراسيون ديالنا دونك اوتوماتيكمون كتعطينا لو بيانيتر كتعطينا الارتياح بيان سور اي ماده اللي هي كتابسوربي كتعطيك ليفي ترتاح فيزيكمون اي بسيكيكمون ما كتبقاش جيني كيكون لو كور ديالك كيتنفس ملي كيكون لو كور تيتنفس دونك اوتوماتيكمون اوني اليز فوالا. دونك نشوفوا لي لوك اللي غادي هذه هي لولان النبته ديال لولان اللي ومزيان راه حتى ماشي غير اللباس راه حتى في الاكل. داكور بيان سور الكتان راه زرعت الكتان راه مهمه جدا بالناس اللي عندهم عده امراض وانا جو سوي با سبيسياليزي اون سا دونك انا جو سي كو حتى في الماكله راه هي مزيانه فوالا. دونك نشوفوا لي لوك اوسي لي اي لي لوك اللي جيونا للفصل الخريف بيان سور لي لوك تيكون عندنا بيان سور ما كنسخاوش بلا كاردروب ديالنا فصل الصيف دوكو غادي نجرو واحد شي شويه الفصل ديال الخريف لي روب باغ اكزومبل لي روب اللي تنلبسوهم فصل الصيف تو سامبلومون يمكننا نزيدو عليهم دي بوتين ونخليو لي غوب ديال ليتي سورتو الا كانت لا كولور اكرو بيج بلون او لي موتيف ما يكونش لي موتيف فلورو اللي هما فيهم لي كولور فلاش بزاف بحال دابا الا درنا الفلورال يكون لو فون ديالو نوار يكون لو فون ديالو بوردو يكون لو فون ديالو بلو مارين لو فون ديالو مارون اكزاكتومون avec des motifs fleurs on zido bien sûr Elena une petite veste soit en lin soit en cuir soit en daim soit faux daim مهم une matière اللي غتعطينا شويه ديال الدفء لان بون ديجا الخريف صباح بارد في العشيه سخون في الليل عاوتاني تيبرد الحال دونك خصنا نشوفوا كيفاش نتاقلموا مع هذا الجو نديروا لا سوبرپوزيسيون ديال لي بياس جونغ ني لي دوسو avec un t-shirt ولا ان بول كوم سا اي بيان سور toujours les petites vestes شي حاجه اللي هي تكون كونفورتابل واخا نحيدوا فيست ديالنا باش ما باش ما يجيناش الصاد فوالا. هذا ان لوك اوسي كي سامبا بور بور لو طون السراول اللي شفنا على ديرنيغ فوا لارج اللي هما دارجين بزاف على الموضه لو بلو سي ان كولور اللي كتعطي الراحه اوسي تيعطي بوكو دو فريشور دونك ما نكملوا في داك لو ستيل استيفال ولكن ان ميم طون حنا بدينا تنوجدوا راسنا ليفير يمكننا نشوفوا اوسي لي لوك بحال دابا لو جين افيك اون شوميز بلانش سا سي ان لوك كي تري سامبا بور بور لو طون يمكننا نشوفوا اوسي لي جوب اون بو غاردي لي جوب ديالنا ديال ليتي avec des ballerines ou des mocassins et des bottines, un t-shirt et des vestes. بحال هذا لو لوك هذا تا هو سي ان لوك كي تري سامبا بور لوطون فوالا. نعم واحد التوب من الاحسن الناس يبعدوا منه غادي تكوني متفقه معايا هو النيلو بيان سور tout ce qui est mada exactement اللي هي ماشي ماده طبيعيه انا ما يمكنش نلبسو عاوتاني 100% ناتوريل غير هو دائما تنقولها تكون النسبه اللي طاغيه في المكونات ديال داك الثوب نسبه طبيعيه ماده طبيعيه فوالا هي اهم حاجه. هذا لو لوك هذا aussi il est très bien pour فصل الخريف دونك عندنا لا جو بليسي اللي هي اون توندونس مكمله معنا depuis من لاني dernière وهي كاينه دونك لي جو بليسي مازالين pour la saison ديال l'automne et l'hiver جو بليسي ceinture en cuir et une chemise en jean et voilà un look qui est très sympa aussi pour l'automne. يمكننا نشكلو ما كاينش غير لي جوب وهذا كاين لي بانطالون لارج كيف ما شفنا لي كومبينيزون on peut garder toujours les combinaisons qu'on a acheté pour l'été et on zidou معاهم aussi une petite veste. خصنا غير نعرفوا كيفاش ننسقوا لو لوك ديالنا لي زاكسيسوار اللي هما ماده اساسيه في لوطون اي اون بو ميتر ان تروك تري ليجي اون شوميز افيك ان بو لو كول ديجاجي ولا ان كول باتو ولا ان كول كيف ما كان لو كول ديالو اي شارب اي فوالا. دونك احنا حمينا راسنا من شويه داك البريد اللي تيبدا في الفصل ديال الخريف.
نعم. ومن الأشياء اللي يقدروا يعتمدوا عليها الرجال كذلك في اللباس ديالهم فصل الخريف، شنو تقدري تطرحي عليهم؟ سي لو ميم برينسيپ que ça soit pour les hommes ou là pour les femmes ou là pour les enfants. Tu vois les sur les jupes plissées. Elle m'a dit c'est pour les jupes plissées. Elle a son adore le principe de la mode naturelle اللي كتريحنا لو كور ديالنا. لا ما غتلبسوش لي جيب بيان سور لا طوش ديال المروه خصها تكون في الحلقه. لا ما غتلبسوش لي جيب. الحمد لله. هوزمون لي جين. وي نرجعوا للرجال وانا كنشكر زينب اللي تحتنا الفرصه دائما انك تفكر في الرجال واحد شويه. الرجال واش حتى هما يبقاو يلبسوا باغ اكزومبل لان واخا في الخريف يبقاو يلبسوا لي جين اولا كنشوفوا انا بزاف ديال الرجال كيمشيو لمجموعه من الاثواب اللي كتكون شويه سخونه يقلبوا شويه على حتى لي شوميز كنشوفوا دوك لي شوميز شويه ديال الصوف اي تو واش نبداو توجهوا لهم ديجا في البدايه ديال لوتون اولا مازالين بعد واحد شويه ماشي بوكو دو بياس بحال دابا الا غنديروا ان شوميز سخونه سا سوفي نديروا غير ان تروك اوتور بحال دابا ان بول ولا شي حاجه ولا اون فيست اللي يمكن لي نحيدها ونخليها ما نكوندانيش راسي بجوج ولا ثلاثه ديال لي بياس اللي انا جو سو اوبليجي دو لي غاردي توت لا جورني نتي دونك il faut savoir gérer داك التقلبات ديال الجو كيفاش نتماشاو معاها بيان سور حتى في لي جين حتى في لي بونطالون راه باش ناكد على الماده الطبيعيه هذاك القنب بيان سور اون بو لو بورتي في لي جين نتي دونك في دي بونطالون كوم لو جين دونك ها انت عندك ماده طبيعيه سوبل اي اون ميم طون كيك شوز دو براتيك كسا سوا بور لي زوم لي فام ولا بور لي زانفان لو لوك لي لوك ديالنا فصل الخريف تيتبدلوا كيف ما ذكرنا الحساسيات والامراض وهادشي فو بروندر ان كونسيديراسيون بان الاثواب راه تيلعبوا واحد الدور كبير في اللباس ديالنا وفي لو كونفور ديالنا سورتو في لا سكولاريتي لان الدراري تيبداو القرايه ديالهم دونك خصهم ما امكن يكونوا مرتاحين سورتو لي زانفون اللي عندهم لي زاليرجي وكنظن زين هاد الشوبه اللي تكلمت عليه واللي كيكون عليه اقبال كبير من طرف الرجال ومن دوك لي شوميز راه كنشوفهم اكاو بزاف كيكون واحد التيسو فيه بحال واحد الغبره كنشوفوها بحال الصوف بحال سيمي ماتيير سبيسيال تاع هي اللي كيلبسوهم الرجال بزاف في هذه الفتره هذه ديال الوطن واللي كيديروا الحساسيات كيديروا بزاف ديال الحساسيات حيت كيجمعوا الغبره بزاف كيفو ايفيتي سو جور دو فيتمون سورتو في لو ديبي ديال الوطن كيف ما ذكرتي بني دبيتي على لي كولور ولي زامبريمي غادي نبتعدوا على لي كولور فلاش غادي نبداو فيغ لي كولور سامبر ولكن با توتالمون لي زامبريمي يشانج بحال دابا اون كومونس ا بريفيري تو سكي بي دو بول باغ اكزومبل تنمشيو فيغ تو سكي كارو كنمشيو فيغ دي كولور دي ولكن derrière pas couleur flash des couleurs sombres donc les couleurs ديالنا la garde-robe ديالنا كنحاولوا نمشيو بها légèrement من l'été vers l'automne voilà pour donner داك تي لي كولور سبحان الله العظيم سي بسيشيك كنمشيو vers tout ce qui est marron tabac orangé jaune cuivré هاد لي كولور اللي تيتماشاو مع الفصل ديال الخريف نعم شكرا لك خبيرة المظهر والمصممة الأزياء زينب السويسي دائما على حضورك معنا ودائما على المواضيع الجديدة اللي كتقاسمي معنا ومع المشاهدين ديالنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا شرف لي توجور أنني نكون معكم ميرسي